الوغ بالنسبه لتقنيه الميكرو بليدين ففي الاول انها تخترعات لهاد الناس هادو المرضى بالسرطان باش انهم حتى هما يحسوا بانهم عندهم حجبان ماشي بحال ما يحسوش بداك الفرق. فهاد التقنيه هادي تخترعات على قبلهم يعني مادام انها تخترعات على قبلهم ما يمكنش انهم يديروا فيها دي برودوي اللي غيكونوا خاطرين على الصحه ديالهم او غيضرهم الصحه ديالهم. مرحبا بي. فحنت حنا كنستعملوا هاد التقنيه الميكروبليدين كنستعملوا تقنيه الكلاساج حتى هو توريد الشفايف كيف ما كيقولوا لها لا حتى هي ما فيهاش اضرار. بالنسبه للناس اولا السيدات اللي تيكون تيكونوا كيدخنوا اولا اللي كتكون عندها هذيك الشفايف ديالها كيكونوا زرقين فكيمكن نديروا لهم لا كوريكسيون اولا السيده اللي كتبغي ديما الفم ديالها يبقى هذاك اللون الطبيعي غوز ديالو حتى هو كان تيمكن لينا اننا نديروه بهذه التقنيه ديال الكلاساج. يعني بالنسبه لي برودوي فهم سيرتيفي يعني ماشي شي حاجه اللي كضر بالصحه. فبالنسبه للسيدات اللي كيعانيوا من هذا المشكل ديال الجفاف البشره فكنصحهم بالترطيب هذه اول حاجه ليدغاتاسيون لان ليدغاتاسيون كتحتاجها السيده سواء في الصيف او لا في الشتاء فجوج ديال الفصول كنحتاجوا الوجه ديالنا او البشره ديالتنا كتحتاج التغذيه. حنا كنغديو البشره ديالنا في الدار كنستعملوا مرطبات ليليه ومرطبات ديال النهار بيان سور اللي غنستعمل السيده وكنعاونوا حتى بلي سوان في لي سونتر او لا يعني اللي كنديروا مثلا دي سيونس مع ليستيسيان ديالنا اللي كنديروا حصه مره في الشهر باش حنا كنعاونوا البشره ديالنا نحيدوا من هذوك الخلايا الميته وكنعطيوها نضاره بطبيعه الحال. صراحه في الفتره ديال كورونا ما كانش الاشتغال بالنسبه لكاع الصالونات فقدرنا نزولوا المهنه ديالتنا من بعد كورونا وكانوا احتياطات لا مع لي كليونت كتجي كتلقاي بعض المرات لي كليونت ما كيخافوا انهم يجيو تيقول لك حنا كاين الفيروس وحنا هادي وحنا ما الحمد لله في هذه الاونه الاخيره زعما رضينا البال ان الناس تعيشنا مع المرض يعني ما بقاش عندنا هذاك المشكل ديال كورونا ولا هذا صافي الناس واخده الاحتياطات ديالها وحتى حنا كذلك كناخذوا الاحتياطات ديالنا وقدرنا نتعايشوا مع هذا المرض هذا ونخدموا معاه واخا الخدمه كتكون بطبيعه الحال ناقصه ولكن الحمد لله. لا باج انستغرام هي موغا بيوتي سوغ انستغرام فيسبوك ويوتيوب. بالنسبه للموقع فجاف سيد البرنوسي قريب الانفاس للديبو ديال الطوبيسات اللي كاين في البرنوسي. كنبغي نقول لهم مرحبا بكم اول حاجه عندي في لو سونتر جيو نتهلا فيكم وثاني حاجه تنقول لهم نبغي نقول للقناه ديال شوف تيفي شكرا على هاد الوقيت اللي درتو معنا الله يبارك فيك.